كانت ولا تزال كنيستنا القبطية أم ولود على مدى العصور والأجيال، وفي كل زمان ومكان أنجبت وتنجب أبناء بررة وخداما صالحين ورهبانا أتقياء وقادة ومعلمين قديسين وشهداء. إنها كنيسة لا تكف عن الولادة من جرن المعمودية. حقا إن السيرة العطرة تدوم وتنتشر وتبقى بعد رحيل صاحبها حية في أذهان وقلوب كل من تلامس مع هذا الإنسان. وبقدر قداسة المرء وعمق حياته مع الله، بقدر ما تحرص كل الناس على نشر سيرته العطرة. أنا أخت عمى ثواتوسيوس، وأحب أحكي لكم عن قصة حياته. إنه هو كان شماس وهو طالب في الابتدائي، والتحق بخدمة القرى في هو في إعدادي، وكان يطلعوا اتنين في خدمة القرى. كانت الخدمة شاقة، وكانوا بيروحوا ومشي كل يوم جمعة بعد القداس، يتوزعوا اتنين ويخدموا في خدمة القرى. الناس اللي هي كانت لسه ما بتعرفش، يعني الخدمة كانت صعبة، وكان ما بعرفوش الصلاة ولا الصوم، فكانوا بيعلموهم. وهو شاب كان بيخدم برضه في مدارس الأحد، إلى أنه اتخرج من المعهد، وبعد كده خد كان مستمر في الخدمة، إلى أنه هو فضل حياة الرهبنة، فترهب في دير القديس أبو مقار. بعد فترة ذهب مع البابا دير الأنبا بشوي، اترسم قس وخدم في مدينة نصر فترة قصيرة قبل سفره إلى استراليا. وخدم وكان يحب الخدمة وتفانى في الخدمة منذ شبابه وطفولته. كان غيور على الكنيسة، محب للفقراء، محب لجميع الإخوة، كان يحب أخواته ويحب والديه، ونشأ في محبة المسيح ومحبة الكنيسة، وكان بيحب الفقراء والمساكين، يعطف عليهم، ودايما يحب يقرأ في الكتب المقدسة والتفسير والسيرة القديسين. وأحيانا كان بيقرأ في السنكسار برضو اللي هو في سيرة القديسين، ودايما غيور على الكنيسة، وعلى يحب افتقاد القرى والناس اللي هم وسطة. هو كان يعني دايما بيحب الوحدة، يقعد يعني مثلا تبص تلاقيه يقعد في أوضة لوحده ويقرأ لوحده. لو كان صلاة الله أعلم كان بيحب يقعد ويقفل الباب على نفسه، يعني دايما يحب يقعد لوحده فترة طويلة، 3 ساعات 4 ساعات. وبرضه يعني تحس إن هو برضه كان في أكله برضه في بعض حاجات يمنع نفسه، تحاول يعني يقول لا دي مثلا، ما يقولش ان انا مثلا، ما يظهرش انها تقشف او حاجه، يقول لا انا مش عايز الحاجه دي. فكان يعني اكله برضه بسيط وكده، فكان كاستعداد للرهبنة وكده. بس احنا ما كناش نفكر يعني ان هو مثلا يجي في يوم ويكون يترهبن. وربنا ينفعها بصلواته ويا رب يصل من أجلنا جميعا. ولقد أهدته السماء لوالديه في يوم عيد الميلاد المجيد، وكان ذلك يوم 7 من يناير عام 46، فأسمي ويليام فؤاد مرقس في محافظة سوهاج بصعيد مصر. ولد وتربى وقضى دراسته الابتدائية والثانوية فيها، هذه المحافظة التي أتى منها القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
ثم أكمل تعليمه بالمعهد الصناعي بالمطرية بالقاهرة. خلال هذه الفترة من شبابه كان ويليام شماسا وخادما باذلا نفسه من أجل الخدمة ومجد اسم الرب، مداوما على الأصوام والصلوات والقراءات الروحية. وفي شهر فبراير من عام 75 ترك ويليام منزل والده في سوهاج وذهب إلى القاهرة، فقد كان لديه اشتياق كبير للانضمام لضغمة الرهبان. وبعد أن تأكد أن قرار الرهبنة هو قرار سليم اعتمدته السماء، وأن طريق الرهبنة بالنسبة له إنما هو دعوة إلهية. بعد حوالي 4 سنوات قضاها في دير الأنبا مقعد، أراد الراهب ثؤدوسيوس أن يأخذ بركة الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، فذهب إلى دير الأنبا بشوي عام 79، حيث سيم قسا بعد 4 أشهر باسم القس ثؤدوسيوس الأنبا بشوي. في دير الأنبا بشوي العامر تتلمذ أبونا ثؤدوسيوس على يد نيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف الدير ورئيسه، وحظي بلقاءات كثيرة مع قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث الذي يزور الدير كثيرا، وعرفه عن قرب ولمس مواهبه، حتى أن قداسته قرر بعد قليل أن يبعث به للخدمة في العالم. وفي الدير أحب الرهبان أبونا ثؤدوسيوس من صغيرهم إلى كبيرهم لبساطته ونسكه وتقواه ومحبته للجميع وخدمته للكل وطاعته والتزامه بسلوكيات الراهب ومبادئ الرهبنة. وكان يلتمس العلم والمعرفة الروحية من جميع الرهبان صغيرهم وكبيرهم. وبعد سيامته قسطا باسم أبونا ثؤدوسيوس الأنبا بشوي بدأت خدمته خارج الدير. بدأها كاهنا لكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر بالقاهرة. ونزل أبونا ثؤدوسيوس إلى العالم خادما له، ومتخذا من وسيلة خدمته وسيلة من وسائل الإماتة
التي يمارسها يوميا باسم الرب ومن أجل الرب. في شهر مايو عام 1980 انتدبه قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة للخدمة في أستراليا ليخدم أبناء المهجر، فكان نصيبه هو الخدمة في أول كنيسة قبطية في أستراليا، كنيسة السيدة العذراء ومارمين القبطية الأرثوذكسية في حي سيدنم. هذه الخدمة المثمرة التي استمرت 6 سنوات ونصف حتى عام 86، قضاها كلها في خدمة باذلة وتعب ممزوج بالمحبة، وبادله شعب سيدني كلها حبا بحب بعد أن عرفوه. ولنترك الحديث لجناب الأب الورع القمص دانيال الأنطوني. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. اتعرفت على بوس لوسيوس هنا في أستراليا، لم أكن أعرفه من قبل، وشاءت الظروف أنه جينا كرهبان كهنة نخدم هنا في أستراليا في نفس السنة. جاء أبونا سوليسيوس في مايو 80 يخدم في كنيسة العذراء في سيدني. أحب الكبار زي ما أحب الشباب، أحب الصغار، وكان دايماً يقضي يوم الحد في الكنيسة من أول الحد لغاية آخر اليوم في الكنيسة، ويلف على الفصول ويلف على الخدام، يقعد مع الخدام يسمع طلباتهم احتياجاتهم ويداعبهم ويريحهم، وكان في مشاكل يخففها عنهم. كان طاقة كبارة، إنسان معمر، يحب التعمير، ياما تعب وجاهد وعمر كنيسة العذراء في سيدنا. استلمت الكنيسة هنا هوت من أبونا صموئيل في الكاتدرائية في مصر قبل ما هاجي. لما رجع وبعد كده سيدنا البابا قال له سلم الكنيسة لأبونا سودوسيوس، وأنا كنت موجود في الكاتدرائية وقتها. وكل ما عمل في هذه الكنيسة أو في كل الكنائس أنا أشعر أنه هو برضه بترتيب إلهي، ودايماً كنت أحفظكم كلمة أن عمل ربنا بيرتبه ربنا، شغل ربنا بيرتبه ربنا. ربنا مش عايز واحد يدافع عن عمله ولا يعمل إعلان عن عمله ولا أي حاجة خالص. فكل ما تم في هذه الكنيسة من كل كبيرة وصغيرة أنا أثق تمام الثقة إنها ناتجة عن محبتكم أولاً وليس لأي شيء. أي عمل ثق تمام الثقة إنه ليس له أي قيمة ما لم يكن الدافع إليه هو الحب الخالص. أي عمل مقدم للكنيسة إن لم يكن مقدماً بالحب فليس له وزن عند الله إطلاقاً. لجاءت ذلك جايز تلاحظوا يمكن اللي كانوا في البداية سنة 80
يمكن قعدت سنة دخلها ما بدأناش أي حاجة في تعمير الكنيسة إطلاقا، ولكن كان هدفي الأول هو إن الناس اللي هتخدم إن عدها تكون أرضية صالحة لكي ما تخدم بالحب، لأن إذا أي عمل تم بدون حب يبقى ملهوش قيمة. وأحد القديسين بيقول: يا رب أعطيني اتضاعا قبل أن تعطيني مواهبك وإلا فارفعها عني. يعني معناها يا رب اديني الاتضاع الأول وبعد كده تديني المواهب، ولكن مواهب من غير اتضاع ليس له أي قيمة، زي أي واحد بيبني بيت وليس له أساس. Oh.
اسمه ايمان. نعم؟ شنو ده؟ اغنصتوس في كنيسة الله المقدسة خنفران بيوتنا بشيرين ينفتنا بما سوا ونوتي نوتي لزمر غوتي نجيب نوتي بيوت بي بانتو براتو Every time you come to the church, you should do like that. Yalla Habib. Bow down. Yalla down, Habib. Musiki Masba. Bravo. Musiki Masba. Masba. Bravo. علمني يا رب أن أغفر لكل إنسان.
إنسان أخطأ إلي عشان أجد مغفرة منك أيضا يا رب، لأن إن لم تغفروا للناس ذناتهم لن يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي ذناتكم. لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالدينونة التي بها تدينون تدانون. الرب يبارك في حياتكم في إلهنا المجد دائما إلى الأبد. كان أبونا ثيودوسيوس يقيم 4 حفلات سنويا بالكنيسة، وهي في مناسبة رأس السنة، عيد الميلاد المجيد، عيد القيامة المجيد، عيد النيروز. يوزع الهدايا على أبنائه ويشاركهم فرحتهم، يداعب الأطفال ويسمع شكاوي الكبار، يبتسم لكل إنسان ويسأل عن كل أحد، يهتم بالمسنين وعيناه على خدمة الشباب، يطمئن على فصول التربية الكنسية ويرشد الخدام، وفوق كل ذلك
اهتم بالخروف الضال فأعاده إلى الحظيرة، واهتم بالدرهم المفقود حتى وجده، وضم للكنيسة كثيرين كانوا قد تاهوا في زحمة الحياة في بلاد المهجر. ومع خدمة النفوس التي أخذت كل وقته، اهتم أبونا ثؤدوسيوس بمبنى الكنيسة، فقام بتوسيع المبنى وتجديده، وبنى فصول مدارس التربية الكنسية، ونظم الخدمة بالكنيسة، حتى عند توزيع البركة عقب القداس الإلهي، فكان الشعب يجلس يستمع إلى التراتيل ويتقدم صفا صفا، وكان كثيرا ما يردد: إلهنا إله نظام وليس إله تشويش.
يصلي من أجل حبيب أن ينام مطمئنا لا يخشى بطش أخيه فيه. نصلي من أجل إخوتنا الفلسطينيين لإيجاد حل لقضيتهم. نصلي من أجل وحدة القلوب في كل موضع، خاصة في البلاد التي بها تفرقة عنصرية وانتهاك لحقوق الإنسان. نصلي لأجل أن يحل السلام في أرجاء المسكونة كلها. ونصلي من أجل الكل في بلادنا الحبيبة كي يديم الله بركته عليها ويجعلها تعيش كل حين في أمن وأمان، في وحدة القلب ووحدة العمل، وأن يمنحها الرجاء، وأن يبارك الله كل يد مخلصة تعمل فيها، ويبارك أولاً حياة الرئيس حسني المبارك بالنجاح في عمله من أجل مصر في الداخل والخارج. وفي بداية هذا العام نرسل من عمق قلوبنا كل الحب إلى إخوتنا المسلمين في مصر وخارجها، كما نرسل تحياتنا إلى كل إخوتنا الذين في الخارج، ونهنئ بعيد الميلاد المجيد كل كنائس العالم. وليكن هذا العام مباركا ويمسكه الله بيده المملوء حبا، ويعيش فيه الحب كعطية للقلوب من الله مصدر كل حب، الذي له المجد دائما والكرام والسجود من كل أحد. آمين. توقيع الباب شمول الثالث، وإلهنا المجد دائما أبدين آمين. وكل عام وأنتم بخير. Amen.
نقول شكرا لنا الذي سمعنا فكسر. لقد عرف الشعب أبونا ثؤدوسيوس ناسكاً بحكمة شديدة وزهد عجيب في أمور العالم الزائلة وأمجاده الباطلة، وعرفه الشعب صانعاً للسلام في أي مكان يحل فيه استذول الخلافات بحلوله، وعرفه الشعب حكيماً في إرشاده ونصائحه التي تدل على خبراته الروحية العجيبة، وعرفه الشعب مؤثراً في الآخرين بأسلوبه الروحي في التعامل ومحبته السخية دائما وبالروح الطيبة التي شملت علاقاته بالجميع. كان الشعب يجد في كلامه رغم قلته كل التأثير الروحي، وتمتع كل من اقترب منه بشخصيته الوديعة الهادئة وبمحبته وتواضعه ولمساته الأبوية الحانية. والروح القدس خلاص نعمرك يا إيرين باسم الآب والابن والروح القدس خلاص ربنا يبارك. وعرفه الشعب معلما، فكان يصر أثناء ممارسة سر العماد على أن ينقن الوالدين وببساطة أهمية التنشئة المسيحية ودورهما تجاه أبنائهم ومسؤوليتهما أمام الله. يلا كلكم هتمسكوا الشام على الولاد الصغيرين. يا رجل ممكن تستني جاي. أحمد بالله الواحد. في شخص واحد اللي هو شخص المسيح الذي دايما بيؤلف بين قلوبنا. انا ماشي بمبدا صغير في الترنيمه الحلوه اللي هي بتتقال دايما، مبدا ايه؟ حيث قادني اسير. افتكروا الترنيمه دي كده من اولها لاخرها، فانا ماشي بالمبدا ده. ممكن انام النهارده، ممكن بكره لو سيدنا بابا قال لي تروح الحته الفلانيه أعتبر أمر من ربنا وأروح فيه وأخدم فيه وأبدأ من جديد زي ما بدأنا هنا أو بدأنا في أي مكان آخر.
لحبيبك وفاديك فادي البشرية الرب السيد يسوع المسيح اللي فدانا بدمه على الصليب تعيش يعود سابونا وتذكرنا قدام جسده الأعظم ودمه الكريم وتروح مع السلامة اللي هو المجد الدائم أبدا أمين. وفي عام 87 انتدبه قداسة البابا لرعاية الشعب في مدينة بيرث. أب بمعنى الكلمة، أب روحي، الكل اللي يتعامل معاه يخرج باستفادة، يخرج بفايدة روحية. أحب الشباب والشباب أحبوه والتفوا حواليه، وكان قدوة حلوة لكل الشاب، خصوصا شبابنا اللي تربى هنا في أستراليا لم يرى راهب من قبل، فرأوا أبونس أوديسيوس فوجدوا فيه الراهب الحقيقي، الراهب القبطي الأصيل. اتعلموا منه الرهبنة، اتعلموا منه محبة ربنا، محبة الكنيسة، الأمانة، الدقة، اتعلموا منه العفة مش بس بكلامه لكن بحياته وبسلوكه. فتعلموا يعني حياة رهبانية وأحبوا الرهبنة، وكتير جدا من أولاده يترهبنوا حاليا. أحب الكبار زي ما أحب الشباب، أحب الصغار، وكان دايما يقضي يوم الحد في الكنيسة من أول الحد لغاية آخر اليوم في الكنيسة، ويلف على الفصول ويلف على الخدام، يقعد مع الخدام يسمع طلباتهم احتياجاتهم ويداعبهم ويريحهم، وكان في مشاكل يخففها عنهم. كان طاقة كبارة، إنسان معمر يحب التعمير، ياما تعب وجاهد وعمر كنيسة العذراء في سيدني. وحتى لما ساب سيدني وراح بيرس، أيضا الأيام دي لما أنا بخدم في بيرس ياما سمعت عن محبته وعن تعبه وجهاده في هذه الولاية في بيرس. خدم 6 سنين في بيرس، كان كلها حب وعطاء وتضحية، وبنفس الروح الحلوة البسيطة اللي عاش بيها وخدم بيها في سيدني أيضا خدم بيها في بيرس. ياما تعب في الأول وجاهد في إن هم يصلوا في كنائس مؤجرة، وكان بيسعى إن هو يشتري قطعة أرض ويبني كنيسة، وفعلا اشتروا قطعة أرض ولكن لم يتمكنوا من بناء عليها لأن كانت أرض صغيرة وكانت المباني غالية جدا في ذلك الوقت، فاضطروا إنهم يشتروا كنيسة جاهزة، وفعلا اشتراها أبونا بمحبة الناس وتعويضهم، وهي الكنيسة الحالية اللي نخدم بها نخدم فيها في بيرس. Amen.
الحزن غريب عن المسيحية، ولكن الحزن المنقطع عنه في الإنجيل الذي يتحول إلى فرح، ده هو الحزن، حزن التوبة. ولكن الحزن الذي يقود إلى اليأس ليس من الله إطلاقا. كل الكنيسة دائما كل ألحانها بتنغمها بالألحان وكل ترانيم وفرح. فإذا التوبة إن احنا نكون مستعدين دائما، فعشان كده في نهاية سنة وبداية سنة دائما بتفكرنا ببداية العمر ونهاية العمر. We appreciate their work.
my best wishes for all of you, praying that all of you may abide in the heart of God to be always true members in the kingdom of God. Thanking to all of you. وفي العاصمة كامبرا افتتح قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث كنيسة ماري مرقس، وانتدب أبونا ثيودوسيوس للصلاة بها. الوقت الصغير ده وبالجمال الحلو ده دي مسألة
تحتاج للشكر والتقدير. سوداسيوس في مايو 80 يخدم في كنيسة العذراء في سيدني، وجيت أنا كمان أيضا في مايو 80 على ميلبورن أخدم في كنيسة الملك ميخائيل والأنبا أنطونيوس كاثنين رهبان. كنا محتاجين لبعض، لأن الراهب دائما بيحتاج لأخوه وبيستريح جدا لأخوه الراهب. فكان عزائنا دائما إحنا مع بعضينا، هو يتصل بي أنا أتصل بي، ونحكي لبعض عن ما تعبنا أو نتبادل مع بعض الخبرات في الخدمة، ونقعد نتذكر مع بعض الدير وحياة الدير حياة الرهبنة. فكنا نعزي بعض جدا. أنا كنت أعتبر أبو سوسيوس كأخ كبير، كنت أستفاد منه كتير، لأنه برضو بلا شك هو مرسوم قبلي بكتير، كنت أستفاد منه جدا. إنسان طيب، إنسان حلو، إنسان بسيط، لا يعقد الأمور أبدا، أحاسيسه لطيفة ورقيقة. كان يحب كل أحد ولا يحمل في قلبه أي ضغينة لأي أحد، دائما ابتسامة على وشه، دائما محب، دائما بسيط، دائما سخي في عطائه. حتى لو كنت أنزل سيدني وأروح أزوره ما كانش يعرف إزاي يقدم ويقدم إيه ولا إيه. كان فعلاً كريم ومحب جداً ومحب، ولما كنت أتأخر عنه في التلفون
اتصل بي وقول لي ايه اخبارك عامل ايه ما تقطعش. فكان دايما لنا هذه العشرة الحلوة لغاية اخر لحظة كان لنا هذه المحبة الكبيرة ودايما نبقى باتصال مع بعض. حسيت ان هو فعلا انسان راهب، راهب بمعنى الكلمة، راهب زاهد، بسيط في لبسه، بسيط في أكله، بسيط في مسكنه. ففعلا كان راهب زاهد بمعنى الكلمة. كان دايما يحب الدير وكان دايما يحن إلى الدير وكان دايما يحب يرجع ويروح مصر كل شوية وتاني عشان يقعد في الدير. دي ميزة حلوة جدا في أبو سودوسيوس، الزهد في كل ما هو في هذه الدنيا الفانية. ساب أثر حلو في قلب كل إنسان في أستراليا، إن كان لنا كآباء رهبان أو كآباء كهنة هنا في أستراليا أو على مستوى الخدام أو على مستوى الشباب أو على مستوى الكبار أو عائلات أو الصغار، كل من تعامل معهم حتى الأجانب اللي تعاملوا معهم إن كانوا جيرانه أو اللي شافوه في السوق أو اللي شافوه في مشاوير أو في رحلات كان بيعملها مع الشباب، الكل أحبه والكل احترمه لأنه كانت له شخصية كلها هيبة وشخصية محترمة ومهابة. ساب مثل حلو للأب الراهب الحقيقي القبطي، ساب مثل حلو للكهنوت الجميل، ساب سيرة عطرة بين الكل. وأستراليا بكل تاريخها لن ولم تنسى أبو سودوسيوس، بل حتظلت فكرة على طول. منارة حلوة وسيرة عادلة. نطلب من أبونا سودوسيوس إن هو يذكرنا فوق أمام عرش النعمة، لكي ما ربنا يعيننا على خلاص نفوسنا ويعيننا في أيام غربتنا، لكي أيضا ما نكمل أيام غربتنا بسلام وننضم إليه في الأبدية إن شاء الله. ونحن المجد دائما أبديا أمين. بعد أن أتم خدمة قداس الأحد 17 أبريل 1994 بكنيسة ماري مرقس بكامبرا، وكان يوم أحد التناصير، ذهب أبونا ثيودوسيوس إلى بيته واستراح الراحة الأبدية. لقد فارق أبونا ثيودوسيوس الحياة على الأرض ليبدأ الحياة الجديدة الثانية في السماء، في كنيسة الأبكار السمائية مع الملائكة والقديسين. وانتقل إلى السماء وله من العمر 48 عاما، وما أن عرف خبر انتقاله حتى سرى الحزن في كل مكان. Yeah.
أذن ببركات ولا جميعنا أمين. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب إلهنا نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. خلص نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إن ليس إله أموات بل إله أحياء. إن في هذه الكلمات إنما تعطي عميقة جدا جدا جدا. إن أبينا أبونا ثأدوسيوس رحل للسماء. إحنا فرحانين بالجسد وفي وسطينا وبنصلي. وأتذكر يا أخوتي لما كنت رحت لأبونا ثأدوسيوس لما عرفت خبرته في كندرا وأنا راكب في الطيارة فلقيت طيارة تانية بتنطلق من على الممر بتاعها لفوق فخلفت وراها شوية غبار. هذا الغبار اللي خلفت وراها هو ده الجسد بتاعنا. شوية التراب البساط دول وهذا التراب ده شاهد عن الحب، شاهد عن التعفف، شاهد عن الطهارة، شاهد عن الجهاد، شاهد عن البذل، شاهد على الإماتة اليومية اللي خادم الله بيقدم نفسه ذبيحة ليها. تفضل يا رب أن تنيح أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها وعن نفس أبينا المتنيح القس الراهب ثأدوسيوس الأنبا بشوي أحسب يا رب في مكان الراحة في فردوس النعيم في ذلك الموضع الذي دعي علينا إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك القديسين بل هم القيامة أمام منبر ابنك الوحيد يشفعون في مثلتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك المبارك الذي دعي علينا. Oh.
إخوتنا الشمامسة آبائنا الرهبان وما هم المتنيه أبونا القموس في من الروح القدس شنو هو السادس
ولكن يعلم الله انكم في قلبي باستمرار، وربنا هو شاهد بنفسه ان انا كاتب اسماءكم كلكم في نوت عندي، وكل واحد اسمه واسمه مراته وعياله وولاده وبناته وكده، وبذكركم باستمرار في كل صلوه كنت بصليها. يعني ثقة تمام الثقة ان انا ولو ان انا بعيد عنكم بجسد، ولكن كنت قريبا جدا منكم بالروح، لذلك اتذكر كل واحد فيكم بالمحبة وبكل اخلاص. وقد تمسك دير الأنبا بشوي بدفن جثمانه في مقر الدير هناك في البرية بين أبائنا النساك والمتوحدين، وحيث أجساد الشهداء والقديسين، وليستريح في حضن جسد القديس الأنبا بشوي. وقد استقبل الجثمان لدى وصوله من سيدني أفراد عائلته، وكانوا متواجدين بالدير، كما استقبله نيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف الدير ورهبانه، والقمص موسى السرياني نائبا عن كهنة أستراليا وشعبها، كما استقبله في الدير أبناؤه الرهبان من سيدني أبونا أنجيليوس وأبونا سوريال والأخ أنطونيوس. Amen.
الآن أن ينظر في صلاح البشر العبيد المضاعفين. وسوف تظل صورة أبونا ثؤودوسيوس ماثلة في أذهان كل من عرفوه. الكل يشهد لتواضعه وتقشفه وبساطته ومحبته وخدمته. وعزاؤنا أنك تستمع إلى الصوت الحنون. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. أدخل إلى فرح سيدك، وهنيئا لك انضمامك إلى 24 قسيسا الحاملين لمجامر الذهب أمام عرش النعمة.